النهارده، وزي ما بقول لحضرتك ربما مع بدايه شهر مستمر حتى اعتقد 7 سبتمبر القادم، يعني مستمر حوالي شهر تقريبا، اكثر من 5000 محل موجودين ضمن هذه المبادره، مبادره وزاره التموين. زي ما حضراتكم بتشوفوا تخفيضات كبيره جدا. وبالمناسبه يعني انا بنصح الناس بصراحه، الدنيا يعني تعرفين وضع الاقتصادي، المرتبات قليله الدنيا، فحاجات دي لطيفه جدا، حاجات كويسه ولطيفه وفي متناول، يعني مش لازم قوي الناس تروح تشتري حاجات غاليه. وزي ما بقول كده الناس بتروح والاسر بتروح والاقبال اللي موجود، وزي ما بقول لكم فرصه كويسه، يعني اللي عاملاه وزاره التموين فرصه كويسه. عايزين نعمل ده في حاجات اخرى، يا ريت يبقى عندنا مبادرات اكتر ونروح المحافظات اكتر، ويا ريت الكلام ده يكون منتشر في المحافظات، يعني اهالينا في المحافظات يتمنوا يجدوا هذه النوعيه من الملابس في، يعني يكون عندهم اوكازيون كمان في المحافظات، يمتد المحافظات، يمتد المراكز والنجوع واتمنى نعمل ده. فاتمنى ده زي ما احنا موجودين في اي حته بره، انت بتعمل تخفيضات على فكره، متروح بره الناس في بعض الناس بيحدد سفرهم على التخفيضات اللي بتبقى بره. بس طبعا دلوقتي الدولار او اليورو او الاسترليني فبقى الموضوع غالي قوي، يعني حتى لو تخفيض بره هيبقى غالي، اضرب بقى في كذا ولا كذا موضوع تاني. فعندك هنا احسن، يعني هنا في مصر نعمل حاجه تبقى افضل للناس ويبقى عليها اقبال كمان، فنعمل الحكايه دي. اتمنى ان احنا ده يمتد كمان، لانه الموضوع مش القاهره واسكندريه، لا لا، ما عندنا يا جماعه يعني 27 محافظه، اتمنى ده يبقى موجود في 27 محافظه، ما نبقاش مركزين بس على العواصم وعلى المدن الكبيره، ما الناس الموجودين في القرى ما عايزين يلبسوا كمان، الموجودين في المحافظات الصعيد وبحري ما عايزين يلبسوا كمان، ويلبس حاجه كمان في المتناول، يقدر يدفع المبلغ ده 225 ولا 200 ولا 100 ولا 100، يقدر يدفع ده، وبدل ما كان يشتري حاجه واحده ب 700 800 جنيه يشتري حاجتين ب 600 جنيه، يشتري ثلاث حاجات، بدل ما يجيب حاجه واحده يقدر يجيب ثلاث حاجات. يبقى احنا بنعمل كمان نوسع قاعده المستفيدين. وزاره التموين لحقوا بشكرهم متابعين طبعا، لحقوا بلغونا دلوقتي قالوا ايوه بشكرهم عشان لحقوا قالوا لا موجوده في كل المحافظات وفعلا منتشره، زي ما قالوا لنا دلوقتي وزاره التموين بترد علينا حالا حالا، قالوا لا هي فعلا موجوده في كل المحافظات بنفس التخفيضات، بمحلات بالجوده، لحد دلوقتي 500 محل مشارك حتى الان، هيوصلوا لحوالي 4000 محل. يبقى دلوقتي مشارك 500، وزاره التموين دلوقتي بتبلغنا انه هيوصل ل 4000 محل ان شاء الله يدخلوا ضمن مبادره تخفيض اوكازيون كبير جدا ممتد لكل المحافظات بنفس النوعيه المتميزه. وكمان التموين دلوقتي بلغتنا مش هتبقى كمان ملابس بس، هتبقى كمان ادوات منزليه، احذيه كمان هتبقى موجوده، وتخفيضات هتصل ل 60%، وبعض الحاجات ممكن تصل ل 70% زي ما قالت وزاره التموين، وحاجات بادئه ب 30 و20 و40 و50 زي ما احنا بنشوف. والجوده اللي موجوده هنا موجوده في كل المحافظات بنفس الجوده، ادي الحاجه اهو ب 250 ولا ب 300 ولا ب 200 ولا، يعني في حاجات متنوعه واسعار متفاوته واسعار يعني زي ما بقول لكم نوعيه كويسه. وانا بنصح الناس والله في ظل الاسعار وارتفاعاتها وحاله الغلاء الصعبه والمرتبات والدخول بتاعتنا، انا بنصح الناس تنزل تشتري، انزل اشتري وخدوا لاولادكم. وبالمناسبه هيكون في اهل رمضان، يعني في شهر 9 اللي جاي انا من بدري بقول لكم هيكون في معرض اهل رمضان، اهل مدارس، اسف، اهم رمضان ايه يا رب يا رب ان شاء الله يكون في اهل رمضان كمان يا رب ان شاء الله. لا، اهل المدارس هيكون في سبتمبر، اهلا مدارس باذن الله تعالى، عشان مدارس هتكون في 30 في نهايه شهر سبتمبر القادم باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. فيعملوا كمان اهلا مدارس، معرض هيكون في كل المحافظات ايضا، بيبداوا يجهزوا له من دلوقتي عشان ايضا استقبال المدارس، ويكون كمان باسعار ايضا بسيطه ومخفضه عشان مراعاه لظروف الناس، مراعاه لظروف الشعب، وضع يعني اقتصادي صعب، وبالتالي الدوله بتحمل تعمل
وانا بحيي كل مؤسسات الدوله اجهزه الدوله انها بتحاول تدي الناس، يعني بتساعد الناس بنوعيه زي كده. ما هي المحلات اللي بتدخل في المبادره ديت هو بيحاول يعني 4000 محل كمان يوفر احتياجات المواطنين. انه انا بتكلم على تخفيضات تصل لحوالي 60%، ودي نسبه كويسه للناس، يعني اتاحه للناس يقدروا يشتروا وياخدوا اولادهم يشتروا اللي هم يعني محتاجينه. نتابع هذا التقرير ثم اعود لحضراتكم. حرصا من الدوله المصريه لتوفير السلع المختلفه باسعار مناسبه ومخفضه، قامت وزاره التموين